الأمية الصالحة أن تتبع النبي في كل شيء، فما سكت عنه فليس بعلم. يعني مثلا كثير من الإخوان الآن مثلا لما يتكلم عن قصة سورة النمل سليمان مع ملكة سبأ، ما اسمها ملكة سبأ؟ الله أعلم. كل الناس بتقول بلقيس. الله أعلم. كل الناس بتقول بلقيس، علما يا أخوانا أنه لم يرد عن نبينا شيء. فهل تعلم شيئا لا يعلمه رسول الله؟ لا نعلم ولا نريد أن نعلم. إذا كان القرآن قال أنها ملكة سبأ، واضح يا أخواننا؟ فما تقول بالقيس، لأنه ما في عندنا ثابت من الدين. ديننا في الدين من النبي عليه الصلاة والسلام.